نشوف هلا كيس بس بريف اعطي هيستوري عنه يعني تاريخه. شخص صغير تعرض بيقع بكسر سنه حشوه حشوه ايام صار مش له عصبه ملبس كبيسه ما ضروري هو صغير يعمل شيء كثير كبير بس تراكم هول الاشياء مع الوقت بصير شخص عنده كثير الوان بابتسامته. نضطر نعمله هيدي الهارد سمايل اللي حنشوف هلا وهيدي كثير مهمه لان انا حابب احكي عن السلكشن اوف ماتيريال شو بننقي المواد المستعمله. يعني في مطرح كان في زرع تلبيس على الزرع وفي مطرح كان في تلبيس على سمنت بردون مشان عصب في مطرح فينير لو اخذنا نفس اللون هول لهم طريقه بالتلزيق ونوع التلزيق بالسماكه لحتى يطلعوا يبينوا نفس اللون. لو اخذنا نفس اللون اذا ما كان عندنا هاي سكيلز ونطلع هذا الشيء ما بيطلع هيك. كيس كثير دقيق وحلو حلو تشوفوه.